كما شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تعاون بين كل من وزارة الري والبنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات التحول من الري القديم إلى الحديث. وفي السياق قال وزير الري دكتور محمد عبد العاطي إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل المشروعات لتحول الري القديم من القديم إلى الحديث، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه. وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع وسيلة تمويل مستدامة ووطنية للتسهيل على الفلاحين. وفي الحقيقة في إطار خطة الدولة لترشيد المياه، احنا عندنا عملنا منطقة تجريبية في الفيوم بحيث ان مجموعتين من الفلاحين جمعوا مساحات، اللي جمع مساحة 100 فدان فأكثر دخلنا له الري الحديث. التجربة لقت نجاح وفي طلب من الفلاحين على انهم يخشوا في المنظومة ديت، وبالتالي كان لازم ندور على وسيلة تمويل بسعر كويس يشجع الفلاح ان هو يكمل. وقعنا بروتوكول من شهر مع البنك الاهلي، والنهاردة مع البنك الزراعي، يبقى في وسيلة تمويل سهلة للفلاح بسعر فايدة بسيط بشروط ميسرة، بيخش بالخبرة الفنية في وزارة الري في وسيلة التمويل، فيه الفلاح اللي هو المستخدم. دي بتشجع الفلاحين لما بيعملوا مساحات كبيرة بيعملوا شركة مشتركة مع بعض، وبالتالي يبقى الإنتاجية بتاعة الأرض 100 فدان هتبقى إنتاجية عالية، إنه هيزرع محصول واحد هيبقى فيه توزيع أو تنظيم للسماد هيتوزع بانتظام لما بتخلط بالمية قبل الري.